بداية العام الجديد استثنائية هنا في مديرية القبيطة، تقدم مفاجئ للجيش والمقاومة الوطنية في مساحة واسعة من المديرية، واندحار للعشرات من مقاتلي ميليشيا الحوثي تحت وقع معركة عنيفة تدور رحاها منذ فجر الاثنين، حصيلة مهمة لمعارك الساعات الماضية شملت تحرير السلسلة الجبلية الممتدة من منطقة موجر إلى منطقة الخميس، ومن تباب حصن الرماء الملس والشيخ يحيى إلى أسفل وادي شرار والركب على الحدود مع طور الباحة. تتركز المواجهة إذن في الجزء الغربي من هذه المديرية التابعة إداريا لمحافظة لحج، حيث تمكن الجيش والمقاومة من تحرير المركز الصحي في الخميس الذي كانت الميليشيا قد احتلته قبل أسبوع ونهبت محتوياته، وتمكن من تحرير عددا من المعتقلين بداخله، ومكن الكادر الطبي من معاودة العمل في المستوصف وتقديم الخدمات للمواطنين. المعنويات العالية للمقاتلين في هذه الجبهة تشير إلى تبدل حقيقي في معادلة الحرب، فبعد الهجوم الذي نفذه الجيش تراجعت معنويات مقاتلي الميليشيا ولم يبقى معهم خيار سوى الفرار. فر مقاتلو الميليشيا من هذه المواقع الحصينة مخلفين وراءهم ملابسهم وأمتعتهم لا يلوون على شيء، ومعها خلفوا هذه الألغام المموهة التي تمكن الجيش من تفكيكها وإبطال مفعولها. وائر التسليق الذي وصلناه تمام، وائر التسليق وهذا اللغم وهذا الواير التسليق الذي فصلناه من هذا اللغم حق الحوثة وهذا ثيابهم وكانوا هاربين. بقيت جبهة القبيطة هادئة طيلة الأشهر الماضية إلا من مواجهات متفرقة، فيما بقي صوت الميليشيا هو الأعلى في هذه المنطقة، الأمر لا يتعلق بإرادة المقاتلين بل بمحدودية الإمكانيات والدعم. تقول مصادر ميدانية إن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى هذه الجبهة وساهمت في تفجير المواجهات ومباغتة الميليشيا ودحرها من مواقع كثيرة، في تطور يضع القبيطة أمام تطورات عسكرية مهمة خلال الفترة القليلة المقبلة.